السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد. موعد مواجهات ربع النهائي من كأس آسيا في تايلاند 2020. بهذا الفيديو إن شاء الله وتعالى راح نشوف المنتخبات اللي تأهلت لدور الربع النهائي. طبعا أربع منتخبات عربية وأربع منتخبات آسيوية راح يلتقوا بدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عام المقام حاليا في تايلاند. وراح نبلش من المجموعة الأولى للمجموعة الرابعة، منتخبات اللي تأهلت ومنتخبات اللي غادرت البطولة. فضلا وليس امرا حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. وتنويه صغير، اعتبارا من 1 شباط راح يتم تغيير اسم قناة نادي الاتحاد الحلبي الى قناة سما سبورت، مشان القناة تشمل كل الرياضة السورية ومشان ما نكون جهة محايدة لنادي الاتحاد او لاي نادي اخر. قناة سما سبورت ان شاء الله تعالى راح تغطي بعض الاخبار العربية وايضا بعض الاخبار الاوروبية. وحاليا ندخل لموضوعنا، مباراة الربع النهائي من كأس اسيا تحت 23 عام المقامة حاليا في تايلاند. المجموعة الاولى تأهل منتخب استراليا ومنتخب تايلاند الى ربع النهائي. في المركز الاول منتخب استراليا، المركز الثاني تايلاند، المركز الثالث العراق، والمركز الرابع البحرين. المنتخب الاسترالي حصد 5 نقاط، المنتخب التايلاندي 4 نقاط، ومنتخب العراق 3 نقاط، ومنتخب البحرين نقطتين. يعني فإذا تأهل منتخب أستراليا ومنتخب تايلاند إلى دور ربع النهائي. المجموعة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عام المقامة حاليا في تايلاند، المنتخب السعودي والمنتخب السوري تأهلوا عن هالمجموعة لدور ربع النهائي. المركز الأول منتخب السعودي ب7 نقاط، المركز الثاني منتخب سوريا ب4 نقاط، المركز الثالث منتخب قطر ب3 نقاط، المركز الرابع منتخب الياباني بنقطة واحدة. المجموعة الثالثة تأهل منتخب كوريا الجنوبية بالعلامة الكاملة ب9 نقاط، وخلفه المنتخب أوزبكستان ب4 نقاط، ومنتخب الإيراني في المركز الثالث ب4 نقاط، ومنتخب الصيني ب0 نقاط. التأهل من هالمجموعة منتخب كوريا الجنوبية بالعلامة الكاملة ومنتخب أوزبكستان في المركز الثاني. يعني المنتخب الكوري الجنوبي الوحيد بهالبطولة اللي حصد النقاط الكاملة. المجموعة الرابعة والأخيرة تأهل منتخب الإمارات ومنتخب الأردن إلى دور ربع النهائي، وكوريا الشمالية وفيتنام خارج البطولة. الإمارات في المركز الأول 5 نقاط، الأردن في المركز الثاني 5 نقاط بفارق الأهداف، كوريا الشمالية ب3 نقاط، وأخيرا فيتنام بنقطتين. هدول 4 مجموعات، 8 منتخبات ودعوا و8 منتخبات إلى ربع النهائي. حاليا راح نشوف مواجهات دور ربع النهائي. المواجهة الأولى السعودية بطل المجموعة الثانية وتايلاند وصيف المجموعة الأولى. المباراة نهار السبت بتاريخ 18/1/2020، المباراة الساعة 1 ظهرا بتوقيت العاصمة دمشق. المباراة منقولة على قناة بي إن سبورت وقناة الكاس. المباراة الثانية ضمن مباراة الربع النهائي، سوريا راح تواجه منتخب أستراليا يوم السبت بتاريخ 18/1/2020، المباراة الساعة 3:15 بتوقيت العاصمة دمشق، وأيضا منقولة على قناة بي إن سبورت وقناة الكأس، وإذاعيا منقولة على إذاعة صوت الشباب. المباراة الثالثة، الإمارات راح تواجه أوزبكستان. الإمارات بطلة المجموعة الأولى وأوزبكستان وصيفة المجموعة الثالثة. المباراة يوم الأحد بتاريخ 19/1/2020، الساعة 3 بتوقيت العاصمة دمشق، وأيضا منقولة على قنوات بي إن سبورت وقناة الكاس. المباراة الرابعة راح تكون بين كوريا الجنوبية بطلة المجموعة الثالثة والأردن وصيفة المجموعة الرابعة. موعد المباراة إن شاء الله وتعالى راح يكون نهار الأحد بتاريخ 19/1/2020، أيضا توقيت المباراة الساعة 3 بتوقيت العاصمة دمشق، منقولة على قنوات بي إن سبورت وقنوات الكاس. فإذا هدول لمواجهات الربع النهائي. الفائز من مباراة سوريا وأستراليا راح يواجه الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، وأيضا الفائز من مباراة تايلاند والسعودية راح يواجه الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان. ومن أقوى مباريات الربع النهائي كوريا الجنوبية والأردن، يعني راح تكون مباراة قمة بكل معنى الكلمة. هدول أبرز المعلومات عن مواجهات دور الربع النهائي. وإذا حبيت الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. بعد هذا الفيديو إن شاء الله وتعالى راح نعطي شوية معلومات عن مباراة أستراليا ومباراة سوريا. وهذا اللي حبيت أخبركم. بالنهاية بألف خير وصحة وسلامة. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد.